أنا أسعد بالحرفية مباشرة معكم في عدة المباشر والحصري من الماتشات التالية. كما كتلاحظوا أخوة الكرام، حريق اللي شب في هاد الماتشات، يعني حرق الأخضر واليابس، ما خلات حتى شي حاجة على الطبيعة ديال الناس مشات للزيتون والفلاحة والجبوحة ديال النحال. يعني كيقول لك الناس ديال الماتشات كيقول لك قالوا ما ياكلوا من غير مساعدة اللي كيقدم لهم رؤساء الجماعات وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله وعياه وشفاه وعافاه وكل مرضنا يا رب العالمين. كما كتشاهدوا يعني هاد المساهمة وعدة مساهمات كتجي من رؤساء الجماعات اللي كيعطيها لهم جلالة الملك باش يقدموها للناس متضرر من هذا الحريق. كما كتشاهدوا إخوة الكرام، يعني هذه من الماتشات التالية، يعني تحرق عن أكمله بالنسبة للغابة اللي عندهم فيها الفلاحة والزيتون والزراع والحمص والجبوحة ديال النحال. كما كتشاهدوا إخوة الكرام، يعني ما علينا إلا نقول لهم الله يصبرهم الله يعاونهم حسن هادشي هذا، ونتمنى والله ما تكون شي خسائر جاية في الطريق لهاد الساكنة. ناس الله يحسن لهم ما عندهم شي في حالتهم، يعني ناس ضعفاء وبسطاء كيعتمدوا غير على الزيتون والأشجار وديكشي هداك والحمص والزرع. كما كتشاهدوا إخوان الكرام، هذا ماتشار تالية يعني تحرق فيه عدة أماكن داخل الغابات. ما كتشاهدوا هذيك الجبل راه هو تاهو كذلك عاوتاني تحرق، وهذيك المنطقة اللي باقا شوية ديال البلايص شوية اللي واقيلا ما قاصش فيهم العافية. كما كتلاحظوا إخوان الكرام، يعني هذوك البلايص اللي باقين خضر، انا ما اظن ان الناس اللي قامت باطفاء الحريق يعني ما نقدوا ديك البلايصه ما تحرقت شي. كتشاهدوا ديك الجبل راه هو فين هو يعني تحرق عن اكمله. مشاهدي قناة الفلاح رفيق، من هنا أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.